اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من حلقات لايف كلينك. حلقتنا ممتده معاكم لمده ساعه على الهواء مباشره. رقم التليفون للاتصال بينا 1480 من اي محمول ومن اي تليفون ارضي 2575 6810. الحلقه النهارده مهمه جدا، هتبقى سريعه جدا عشان نقدر نقول اكبر معلومات نقدر نعرفها النهارده. حلقه مهمه جدا. دكتور احمد مازن استشاري الجلديه والتجميل، اهلا بيك معانا. اهلا بحضرتك، منورنا. ده نور حضرتك. والحقيقه دكتور احمد النهارده جاب لنا حاجات ليتست جدا، اخر صيحات التجميل، واحنا واقفين عند الباتوكس والفيلر والخيوط، بس في حتى في دول حاجات جديده اتعملت واستعمالات جديده بقينا نقدر نستعمل فيها هذه الاشياء لاشياء ما كناش نقدر نستعملها قبل كده او ما كانش عندنا المفهوم. مزبوط. ده فاحنا هتبتدي لنا بايه؟ يعني ممكن نتكلم مثلا الناس واخده فكره عن الفيلر والبوتوكس، ان هما الفيلر بينفخ البوتوكس بيشد التجاعيد. لا، في استخدامات جديده دلوقتي اتعملت للفيلر مثلا في حالات الانف. يعني ممكن الانف الطويله اللي فيها اعوجاج من العظمه اللي هنا دي، أيوة، نقدر دلوقتي نظبطها بالفيلر. بنرفع التيب اوف نوز، او يعني بنرفع اللي هي ترتفة المناخير هنا، بنرفعها بشوية بوتوكس بوصات من هنا وبفيلر بتكنيك معين في الحقن نقدر نرفعها. يبقى كده احنا قصرنا طول الانف من البروفيل. لو عندي مشكلة في العظمة اللي في النص، أيوة، اقدر اعمل لها فيلنج من فوق بحيث اخليها ستريت وترفع في الوايدنس، يعني العرض بتاعها هيقل. العب بقى في المنطقه اللي فيها العظمه واللي بين الحواجب، منها ان انا ممكن استغنى عن الخطين بتوع 111 بتوع التكشيره مع انهمش بوتوكس. هبدا من هنا وهمشي بطول النوز، بالطول هترفع النوز معايا وهتبقى ستريت لاين للبروفيل. مش هتكبر لي مناخيري؟ لا بالعكس، بالعكس. يعني انا معايا صور ممكن هبقى نشوفها ديورنج الحلقه، هتشوفي ان الموضوع بالعكس ده بتصغر المناخير بدل ما ادخل اعمل جراحه. في ناس بتخاف من الجراحه. من فضلكم ابتدوا نزلوا لنا الصور بتاعت ليه شفايف، ليه خلونا في المناخير دلوقتي؟ وهنتكلم برضه عن الشفايف برضه. طيب. فدي بالنسبه للاستخدامات الجديده، اللي احنا ازاي نعمل عمليه بدل ما ادخل عمليات دلوقتي نعملها في العياده. بس في مشكلة، انا دلوقتي عشان اصلح مناخيري بالشكل اللي حضرتك بتقوله، انا عارفة انه لها تايمينج سنة وهي ترجع ريمة لعادتها القديمة. طيب انا خلينا نتكلم في النقطة دي، ناخد المحمل الايجابي بتاعها. الايجابي، انا لما اعمل حاجة تمبرري افضل بكتير جدا من ان انا اعمل حاجة بيرمننت وملهاش حل بعد كده. فهمتي قصدي ايه؟ يعني انا النهاردة عملت بوتوكس هيقعد معايا 6 شهور مثلا، عملت فيلر هيقعد معايا سنة ونص بالكتير. اعملهم افرض انا عملت وحابب المرة الجاية في لما اعملها ازود شوية او اقلل شوية، فيبقى عندي فاسيلتي ان الموضوع بيروح. في نقطة مهمة جدا، ان الفيلنج لو انا عملت فيلر وعايز انزله في حقنة بتنزله تماما. فالموضوع دلوقتي ده ابسط للكلاينت نفسه وابسط للدكتور ان انا في ايدي. طيب انا دلوقتي جيت وصلحت لي العظمه ورفعت لي دي شويه، هخرج من عندك في العياده الكلام ده تلت ساعه بالظبط حاصل الموضوع ده ولا بعد اسبوع ولا بيفور اند افتر ات وانس؟ يعني فاهمه قصدي؟ الموضوع بقى سهل جدا. اهم حاجه في الفيلر او البوتوكس مش الحقنه، هي مهاره الطبيب. مهاره الطبيب هي اللي بيعرف يستخدم ازاي التكنيك الجديد. احنا دلوقتي كل سنه في موضه في التجميل. في موضه في التجميل، يعني مش لازم حقن الخدود بالشكل القديم مثلا، ومش لازم احقن الشفايف بطريقه تراديشنال. دلوقتي في شيبنج ولازم كل شويه نعدل من الموضه، زي اللبس بالظبط. التجميل دلوقتي بقى ليه مؤتمرات شبه شهريه. طيب انا عايز اشوف موضوع الشفايف لو سمحتوا نزلوه بقى عشان نخش في الحاجات المهمه بقى. طبعا بالنسبه للشفايف كمان في ميزه في الشفايف دلوقتي، ان الفيلر الجديد بتاع الشفايف فيه فيتامينز وفي بيدي لون للشفايف. مش معنى بس ان انا هكبر الفوليوم، يعني دوائي. دوائي يعني الموضوع هيلورونيك اسيد اهو معاها فيتامين. شايفه بص حضرتك دي كان عندها مشكله في الشفايف اللي فوق بالذات. يا سلام، فهي كانها حاطه روج. على فكره هي مش حاطه روج. لا والله، ده بعد الحقن على طول. لو حضرتك هتلاحظي لا ثانيه واحده، ما هو اللي فوق اهو.
اللي فوق قبل. طيب ما هو اللي فوق برضو نفس اللون اللي تحت الشفايف. لا لو حضرتك هتشوفي الشفايف اتشدت بقى لونها نضر ما فيهاش كرمشه. ايوه صح اتقلبت كانها حاطه هي من الافطر. مش هتحتاج انها تحط على فكره روج، هتحتاج تحط اي حاجه ان شاء الله زبده كاكاو جلوس حاجات كده يعني، فاهمه قصدي؟ يا سلام بيفور وافطر. دي انواع جديده من الفيلر دلوقتي اللي هي بقى فيها الهيالوريك اسيد معاه فيتامينز. طب عايز اسال سؤال معلش يا دكتور، امال احنا لما بنشوف في التجميل اللي اوقات الستات بنبقى شايفين واضحه كالشمس ان هي نفخه شفايفها ويبقى شكله ارتفيشال ومش حلو. ايوه يعني فاهم قصدي؟ فانا خايف ان انا مثلا اجي لحضرتك او لاي دكتور واقول له اعمل لي شفايفي وبعد كده الاقي لا طبعا عم ذهب وعم مغطوط. لا طبعا. لا هو طبعا بصي الشفايف بالذات انا يمكن اللي بتاع يعني بييجوا عندي الكلاينتس بتوعي بيعرفوا كويس. بص دي فيلر خدود وشفايف، خدودها خاسه قوي فوق خدودها واقعه لتحت وتحت عينيها جنب النوز بتاعتها. عملنا شويه خدود وشفايف، بص شايفه الابر ليب، الابر ليب فوق مفيش موجوده. الله. الابر ليب هنا عملناها ورسمنا لها كونتورنج بحيث انها كانها مرسومه مش هتحتاج تحط ميك اب. ورسمت لها الكونتورنج بايه؟ بالفيلر برضو. فاحنا بنمشي على الليب لاين بطريقه معينه في الحق ونقدر نقلب الابر ليب لفوق شويه بحيث انها تبقى كانها حاطه روج. وبتحاول بقى تساوي الشفايف لان اوقات الشفه ما بتبقاش دي زي دي. طبعا في حاجات عيوب خلق كده كمان نازله شويه في ناحيه يمين غير الشمال بتعمل. طبعا بنعملها دي وبيبقى الكلاينت معاه المرايه معايا وبنبص واحنا شغالين مع بعض. طب زود يا دكتور هنا، ويعني بتبقى الموضوع سهل. طب الالم يا دكتور؟ الالم بالنسبه للشفايف يمكن هي المور سنسيتيف اريا، اكثر فيلر يمكن شويه فيه الم هو الشفايف، بس احنا نقدر نتغلب عنه اهو. بصي حضرتك دي حاله مهمه جدا. في ناس بتدخل عمليات برياتريك سيرجري. البرياتريك سيرجري دي شفايف برضه. دي شفايف بيفور وافتر. دي الحاله دي. ايوه الحاله دي ثبتوا عليها لو سمحت. الحاله دي ده راجل عمل عمليه تخسيس من عمليات الناس بتنزل فيها اوزان كتير. تحويل مسار ومش عارف بالظبط الحاجات دي. طبعا لازم الانسان يبقى جسمه متناسق ويحافظ على نفسه من التخنه. يعني ايه، احنا مش ضد عمليات التخسيس، بس احنا كدكاتره تجميل بنهتم ان الوش ما يقعش، لان لما الواحد بيخس اول حاجه بيخس من فوق لتحت زي الهرم. صحيح. فالدهون بتقع في الوش. بص حضرتك الصوره اللي فوق خد واقع ازاي. عمل فولدز. عمل فولدز عند النيزو ليبيال لاينز كده وخد وقع، فكانت عنده مشكله نفسيه، انا خسيت بس وشي شكله كبر في السن. تمام. فقدرنا بالفيلر زي ما حضرتك شايفه شدينا الوش، عملنا ليفتنج بدل الجراحه. وعملنا له شويه فوليوم، حس ان هو خس جسمه ووشه ما خسش وبقى شكله طبيعي. حلو قوي. دي حاجه مهمه جدا. طيب تمام. في صور تانية للشفايف لو سمحتوا، لو فيها اقلبوا لنا. اهي. طب ايه رايك في الشفايف دي؟ ما زي الفل طبعا. لا طبعا جميله جدا يعني مش محتاجه دي. لا بس لا يعني انا يعني بفكر جدا ان انا اعملها بس خايفه بجد. على فكره دي بقت كوزماتكس، يعني الموضوع دلوقتي يعني عارفه زي الميك اب ما بقتش دلوقتي. يعني انا بيجي لي ناس ثانويه عامه لسه وبنات صغيره جدا تعمل الشفايف. ده عادي يا جماعه. ملوش دعوه باي حاجه. يعني دلوقتي بقت زي الموضه، الميديا كمان بقت عملت اويرنس حلو قوي للناس. بس برضو هي الالم يا دكتور. وانا ما تخافيش موضوع الالم ده، احنا بنعملها في العياده. ده الموضوع دلوقتي بقى عباره عن كريم نص ساعه قبل اي بروسيجر هنعملها وخلاص، مش بتحس باي حاجه. الشفايف ممكن يتحقن النيرف بلوك بينمله الشفايف، ما تحسيش بيها زي الاسنان. ايوه حضرتك لو رحت الدكتور اسنان بيخدر العصب وبيشتغل الماشينز بتاعته حتى شكلها يخوف يعني. بس في نفس الوقت بتشتغلي وانت الكلاينت مش حاسس. دي ميزه كبيره جدا ان انا النهارده اقدر اخدر عصب واحقن الشفايف براحتي وما بتحسش نهائي. اقدر اعمل شيفنج ومساج واخلي الشفايف شكلها متناسق وتفضل بقى ماسكه نفسها قد ايه الشفايف بقى كده. لو الواحد بيشرب سجاير، مدخن، شيشه، بيتعرض لساونا، حاجات اللي فيها سخونه، الشفايف مش هتقعد معاها اكتر من 6-7 شهور. اللي مش مدخنه هتقعد معاها سنه. طب وبالنسبه للشاي والنسكافيه؟ لا الشاي والنسكافيه والمشاريب السخنه ممنوع اول 24 ساعه ل 48 ساعه. بس بعد كده كل اول 48 ساعه ما ياثرش في السخونه دي. لا ملوش اي علاقه بالموفمنت،
الفيلر ملوش اي علاقه بحركه البق طبيعي جدا من الطبيعي. السجاير سجاير على اساس ان النيكوتين انتي اوكسيدنت والنيكوتين فازوكونستريكتيف بيعمل ديجراديشن للهيالورونيك اسيد اللي محقون هنا دي منطقه فيري فاسكولار اريا فيها دم كتير طالع فانا بدخل له نيكوتين فازوكونستريكتيف يعني بيعمل انقباض للاوعيه الدمويه فيبتدي الفيلر يتكسر. عايزه تعملي شفايفك بطلي سجاير وشيشه. ايوه بالظبط كده. خلي بالك السجاير والشيشه مش للشفايف بس للبشرة. دول الوش كله صحيح. لان البشره محتاجه ان يبقى فيها على طول انتي اوكسيدنت وانا بعملها اوكسيديشن بالتدخين صحيح. فهيبتدي علامات الكبر والسن تبان. في ناس سنان عمرها صغير وشكلها كبير والعكس صحيح. فاهم قصدي دلوقتي مفيش حاجه اسمها كبير وصغير بس لا معانا احنا انا بتكلم بجد لما نشوف انا كبير. لما بشوف صور مثلا عيلتي زمان على هنتكلم في حاجات خلاص اشوف الاقي حد في سني كده شكله عجوز. ايوه بالظبط. معنى لسه يعني انا صدقوني لما هعمل حاجه في وشي هقول لكم اول ناس هتعرف انا ما بخبيش حاجه بس بقول احنا الـ السنين والتحضر خلى الانسان يبقى شكله اصغر صح بحاجات كتير. والاهتمام دلوقتي اهتمام غير زمان. دلوقتي الناس كلها بتسالني حتى اصحابي اللي مش بيجوش العياده عندي او كده بيسالني احط كريم ايه يا دكتور ستوب بالليل في اعتناء يعني الموضوع دلوقتي شرب الميه طبعا والعصاير والثقافه كل الحاجات دي بقت تدي الناس احساس فعلا باهميه التجميل. المخرج عايزني اتكلم على تجاعيد اليد بقى بسرعه. تجاعيد اليد دي مهمه قوي الحاله دي. تجاعيد اليد هو ليه حق الصراحه ليه؟ لان هتشوفي بنفسك الحاله اللي انا عاملها. طيب بصي شايفه الفرق. بالمناسبه دي حاله مش حد كبير في السن عشان واضح من ايدها حتى البايظه مش ايوه مش كبيره في السن لا. ولكن ما اهتمتش بنفسها فالايد ينقص فيها الكولاجين والدهون فبتلاقيها كرمشت كده. تمام. الحل ليها ايه؟ ان انا اعوضها يعني اعوضها بدهون احقن دهون اشفط من مكان واحط في مكان ده شغل الجراح. تمام. تجميل. لكن انا بقى بعوضها بدون جراحه. ازاي؟ بحقن حقنه فيلر في الايد بترجع زي ايد البيبي بالظبط بتتملي مفيش عروق مفيش الاورده اللي باينه تبين سن الواحد كبير في السن. طب دي عشان هي صغيره. طب وبالنسبه لا لا يعني والكبار ده بقول لك يعني ان الصغيره والنتيجه عملت كده الكبيره هتبقى النتيجه احسن. وخلي بالك الفيلر الايد بيقعد اكتر شويه من الوش. والله ليه؟ لان الوش فيه نوع معرض لل بنعمل حركات كتير وبننام على خدنا كل الحاجات دي. لكن الايد هيقعد فيها الفيلر مش اقل من سنه ونص. لا انا لو عملت الحاجات دي هنام زي الحصينه. لا تنامي براحتك. لكن زمانك لا تنامي براحتك. لا والله تنامي براحتك مفيش الكلام ده دلوقتي. قصه ان انا انام ازاي يا دكتور الا في حالات الخيوط. لما الفيلر خلينا بقى نخش في الخيوط. نخش في الخيوط ودي بقى الصيحه الكبيره اللي الواحد بقى فعلا بجد نفسه يعملها. وعايزين نعمل دي يا دكتور. طيب دي بقى اللي مبينه السن كله والحياه بايظه خالص. بصي هي القصه اللي عندك دي مش لازم سن. فاكره الحاله اللي انا وريتها لك اللي بتاعت الراجل اللي عمل عمليه تخسيس؟ ممكن واحد يكون مليان وخس او بيشرب سجاير كتير هيفي سموكر بتلاقي الخد على طول ابتدى الكولاجين يقع يهد اللي تحت. الجاذبيه الارضيه تبتدي تاخده لتحت فيبتدي يبقى عندي مثلا زي الرقبه دي. ايوه دي عندها بالمناسبه بتاعتي خمس. لا دي يعني عايز اقول لك دي حاله صعبه جدا. لا طبعا حضرتك مش واخد بالك تجاعيد كتير هنا. لا لا الموضوع هنا في كرمشه مش تهدل. في كرمشه بالطول. شايفه الخطوط اللي بالطول دي؟ ايوه ايوه ماشي. بصي بعد الخيوط على طول الصوره اللي تحت شدنا الخطوط الخيوط دي كلها وكانها ما بقتش مكرمشه. ده في ميزه في الخيوط بقى في الحتت دي بالذات. ان الفيلر ما ينفعش قوي ان انا احقنه في الحتت دي. ليه؟ اقول لك ليه. لان انا هحقن فيلر في كام خط الكوست هيبقى عالي جدا. مش هتطلع لي النتيجه اللي زي الخيط ما بيطلعها. تمام. ممكن احقن في الرقبه بوتوكس بس البوتوكس ست شهور وهترجع تاني الكرمشه دي. ماشي. لسه الخيوط بقى ان احنا نستخدمها في مكانها الصح للشخص الصح. مش اي حد ينفع معاه خيوط
مش اي حد ينفع معاه، يعني الدكتور لازم يبقى هو ليه الاختيار مش المريض. صحيح. لان في ناس بتدخل تقول لي يا دكتور انا عايز اخيوط وعايز اشد بالشكل ده وتعمل ايديها كده، اكيد اي دكتور عارف القصه دي كده، دي معناها شد قوي كده، طب الجلد الزياده اللي هنا ده هيروح فين؟ ما انا هشد بالخيط هيتبقى لي جلد زياده هنا. تمام. فدي ما ينفعش معاها خيوط، او عمرها ما الخيوط ينفع معاها جراحه. ينفع معاها جراحه بالظبط كده. لكن الخيوط في الجو لاين اللي هو خط الفك، لما الخد بيقع يبقى الفك من هنا يبتدي تحس ان في مطبات. ايوه. ومضايق دايما الفيميلز بيضايقها قوي موضوع ان الدقن ابتدى يبقى فيه حفرتين هنا والخدود نازله من هنا وعندي من هنا في الجنب فاضي، وتبتدي تكتئب لان الموضوع ده بيحسسها انها كبرت. لا، الموضوع ده بسيط جدا وبيتعمل في نص ساعه بالظبط. في نص ساعه. ممكن نشوف حاله انا جايبها برضو من البروفيل بتاع الـ 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 السيده اللي عملت عندي الخيوط. طب لو سمحتوا هاتوا الخيوط من فضلكم سريعا. ايوه اهي. ايوه بص حضرتك شايفه، بص هنا الدقن فوق، لو بصينا فوق هنلاقي في حفره طالعه لفوق كده وخد نازل من ناحيه. هو انهي البيفور؟ بصي حضرتك شايفه الودان عند الودان كده، شايفه الحلق. بصي فوق هناك واقع الخد. هنا عملناه رسمناه تحت كانه مسطره. الفك، حددنا الفك اسمه تحديد زي نحت الجسم. أيوة. احنا بننحت الوش، بننحته، عملنا لها فك. دي كانت شايله دروس من هنا، فلما الواحد يشيل دروس من الجنب يبتدي يقع الخد من فوقيها. فاحنا عوضنا الفك تكوين العظمي بتاعه بنوع معين من الفيلر يعيش معاها سنتين. ايه فيلر سنتين؟ الفيلر اللي بيتحط في الحته دي بيعيش معاها سنتين. معقوله؟ اه. طب ده حلو ده. طيب في حاله تانية كمان برضه من البروفيل دي اوريك الخيوط بقى. طب لو سمحت الصوره اللي بعد كده. دي فيلر. دي فيلر. عايزين الصور. في صور. في صوره فيها نفس السيتويشن بس التهدل اكتر. فهيبان فيها شغل الخيوط بقى. طيب الخيوط بتستعمل علشان خاطر اشد ايوه هنا كده. اعمل فيس ليفت. وكمان ده الرقبه والدبل تشين اللي هي بيسموها اللغد الخفيف ده لانه بيقع. ده ما بيبقاش موجود بقى خالص. طبعا احنا بنعمل نتورك، شبكه من الخيوط تعمل لي زي شبكه مصد لتهدل الجلد لتحت، يجي يتهدل الجلد انا حاطط له شبكه من الخيوط. شبكه. الشبكه من الخيوط عامله له كده على طول، فانت لما تيجي من البروفيل ما تلاقيش دبل تشين. انا مش حاسه حاجه بقى لما تحط لي شبكه في الخيوط دي. انا مش هبقى حاسه بشبكه في الخيوط. لا مش هتحس باي حاجه، الحركه عاديه جدا. مش هتحس بحاجه جوايا. كل الرياكشنز بتاعتك عاديه، والخيوط معموله من ارقى انواع الخيوط اللي في العالم اللي هي بتستخدم في جراحات القلب المفتوح، ودي خيوط بتدوب. هي كانت مشكله الخيوط زمان ليه لما طلعت واختفت ورجعوا تاني يتكلموا عنها دلوقتي. الدكتور بيقول لي ان الخيوط دي اساسا معموله من السبعينات. 79. يعني ومن وروسيا من اوائل الناس اللي دخلت في قصه صراع الخيوط. يعني روسيا كانوا هم على طول بيشتغلوا بالخيوط، وبعدهم كوريا، وابتدت الخيوط تتحدث نوع الخيط. الخيط نفسه دلوقتي بقى معمول من مواد زي الفيلر، فتدوب بعد 3 شهور. فتدوب. اولا انت لما بتحيني فيلر مش هتحس ان في اي حاجه غريبه في حركتك، الخيط نفس القصه. لما يدوب بقى الخيط هو بيعمل ايه؟ هو بيعمل فايبروزس، يعني فايبرس تيشو، يعني زي تليفات بس طبيعيه مكان الخيط، فتبدا تفضل مشدوده سنه، سنه ونص، سنتين. فاهم قصدي؟ هي دي فكره الخيط يعني. اوكي. ان النتيجه بتبان حوالي 50% يوم الجلسه. وبعد شهر او 3 شهور النتيجه بتبقى احسن، لانه خلاص بقى كون جسمه كولاجين حوالين الخيط. يعني مش بخرج من عندك في العياده الشكل النهائي. في الخيوط الشكل النهائي بيبان بعد 3 شهور، يعني في انواع معينه من الخيوط، في ناس بعد شهر على طول، وفي ناس 70% وهي خارجه من عندي في العياده. نوع الخيوط يختلف. تمام. والحاله تختلف. يعني الخيط نفسه جواه هوكس او جواه عقد، في انواع. يعني الخيط من جواه كده زي يكون جواه عقد زي السبحه. فهمت. زي السبحه. انا بدخل السبحه دي او العقد دي بتروح ماسكه جوه الجلد وابتدي اطلع. فانا كده مسكت من هنا مثلا وطلعت بالالم. والالم اخباره ايه يا دكتور؟ انت الموضوع الالم، احنا الموضوع عندنا مفيش الم الحمد لله، يعني كله يعني لوكال انستيزيا، والموضوع حتى مش محتاج اي نوع من انواع البنج.
البنج كلي او بنج نصفي او الحاجات دي احنا مش عمليه. احنا كل الشغل بتاعنا جوه الاوفيس. موضوع بسيط. طيب دكتور بتعمل كل ده والشكل وتطلع الحاجات اللي واقعه وتشد الوس وكده، بيبقى شيء تقدرش بقى، هو مش القصد الواحد يداري سنه، بالعكس هو لا هو نفسيا يعني بتخلي شكلك اندر احسن. بس الحاجه الوحيده اللي ما تقدرش تخفيها بجد 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 عينك. لا نقدر. لا لا نقدر. اقول لك نقدر ازاي ايه بقى؟ الخيوط دلوقتي كمان انواع جديده. هنشوفها. بيقولوا لك خد الصوره. الله. شايفه التجاعيد اللي حوالين العين دي؟ ايوه. انا مصور طبعا التجاعيد بس اللي جنب العين دي، معظم الستات بيضايقها المنظر ده. طبعا. ده بعد الاسبوع بالظبط. ده بوتوكس بالمناسبه. ده بوتوكس. ايوه. لغى التجاعيد. بس انا عايز اشرح لك كمان ان الخيط بقى، انت بتتكلمي على تهدل العين لتحت. تهدل العين والكسرات دي وكل حاجه. والكسرات ده بوتوكس. ما هو انا ارفع الحاجب بقى. اللي دايما لما الواحد يكبر في السن الحاجبين يدلدلوا من الجناب. انا بقى عندي خيوط جديده بتنزل تاخد الحاجب وتطلع لفوق. انا بشتغل ضد الجاذبيه، دكتور التجميل بشتغل ضد الجاذبيه الارضيه. العمر ياخدنا لتحت وشنا وجلدنا. احنا شغلتنا نشتغل من تحت لفوق. فهمت قصدي؟ فعندنا خيوط تقدر ترفع عليه الجفن. فما تقلقيش من القصه دي. يا اما انا طبعا بتكلم بدون جراحه كل الشغل. لكن طبعا في عمليات شد جفون دي، وعمليات دلوقتي بتتعمل حتى دلوقتي ببنج موضعي. ما انا فاهم. ما بقتش اندر جنرال انستيسيا والحاجات دي. فالموضوع ما تلاقيش كل حاجه الحمد لله. طب يعني كله اندر كنترول. كله اندر كنترول. لا التجميل بتقدم واطباء المصريين على مستوى عالي جدا دلوقتي من الجودة بجد يعني. بس هو الاشكال ايه بقى يا دكتور؟ اولا الحاجات دي بقت تكلفتها عالية جدا. والله اللي عاجبه على الكحل يتكحل يعني. اللي معاه يصرف. اللي معاه فلوس محيره يعملها مش عارف ايه ويطيره. لكن قصدي اقول انه العمليات دي بقت بفلوس كتيرة جدا، الخيوط او بتكلف الوفات يعني. خلاص. بس دي الوقت 8 9 10 اشهر وبعد كده، او سنه او سنه ونص وتافر، وبعد كده بينتهوا ولازم تدفع. تمام. هذا من جديد. طب انا ممكن اقول لك على حاجه ليها وجهه نظر فيها يعني. ان انت لو بتتكلمي على الكوست بتاع الحاجات دي فده ارخص من الجراحه. ده رقم واحد. ايوه. رقم اثنين ان انا النهارده في بعض الحاجات بقعد اشتري طول السنه كريمات وانواع وبراندات والاقي نفسي دفعت الافات في كريمات مش هتديني الريزلت دي. فهمت قصدي؟ فانا النهارده مش بتكلم في كوست عالي. كل الحاجات دي لو انت حسبتيها على مدار سنه بتجيبي قد ايه كريمات هتلاقي انها بتعادل نفس الاسعار دي. فانت بدل ما تضيعي الفلوس دي في حاجات تقعدي تشتريها ويبقى اعلانات عليها والكلام زي كده، والناس بتفتكر ان انا احط الكريم من هنا وشي هيتشد من هنا والكلام ده طبعا مش موجود. بتحقنوا فيتامينز في الوش؟ طبعا. بيأثر الفيتامينز دي في الوش؟ ده احنا دلوقتي الاحدث كمان البلازما من الفيتامينز، يعني بنجيب البلازما وبنحقن معاها فيتامينز اللي هي البي ار بي او البلازما والخلايا الجذعيه زي ما بيقال عنها يعني. بس دي بيقولوا لسه الخلايا الجذعيه دي قصه مش ما هي مجازا. في ناس قالوا عليها خلايا جذعيه بس هي الفكره بليتلت، الصفائح الدمويه اللي في دمي ودمك. دي ربنا حاطط فيها اكبر نسبه جروس فاكتورز في اي خليه في الجسم. وانس انها اتحقنت بتعمل ريفرشمنت للجسم ولا فيتامينات ولا حاجه. البلازما كمان في حاجه طريقه حديثه ليها دلوقتي. البلازما دلوقتي ممكن استخدمها كفيلر منك فيكي بقى، مش هجيب بقى فيلر من بره. مني باخد البلازما بتاعتك ده بيقعد 3 شهور بس انت بتحقني كل 3 شهور بعين الدم منك بتتحط في جهاز بنحولها لفيلر منك. ونرجع نحقنها تبتدي تديكي نتيجه. ده بس يعني كل 3 شهور كانها نضاره قبل مناسبه زي ما الناس بتعمل يعني. دي احدث حاجه في عالم البلازما بالمناسبه يعني. طيب عايزين نشوف ايه ده اللي هنشوفه دلوقتي. بص إيه ده؟ استخدامات البوتوكس مش بس في الوش. في ناس عندها الاندر ارمز او ايديها بتلاقي عندها عرق كتير، وحتى بيبقى تحت اللبس بيسبب لهم حاجه نفسيه احراج. احنا بنحقن بوتوكس تحت الاندر ارمز كده زي ما انت شايفه. يمنع العرق 8 شهور.
8 شهور ما طب ده حاجه مضره يا جماعه. لا هقول لك ليه. احنا ما عندناش بس غدد العرقيه تحت الباط. احنا عندنا جسم هنا كله تمام. في غدد عرقيه، لكن في بعض الحالات دي حاله علاجيه. العرق الكتير ده بيعمل التهابات، بيعمل اسمرار اندر ارمز، بيعمل احتكاكات. طب السموم دي اللي بتطلع تطلع ازاي؟ بتطلع، انا مش بلغي 100% من العرق، انا بخليها 20% يطلع عرق، وبقيه العرق بتاع جسمها هتطلع. بس على فكره دي حاجه دي منتشره جدا، والناس يعني في ناس بتتكسف من منظر العرق تحت الباط. فبتعملها كل 8 شهور او دخلت الصيف، على دخلت الصيف والحر. عشان الحر ما خلي بالك، في ناس كمان العرق كتير، يعني ممكن تسلم عليه تلاقي ايده مبلوله. يعني فاهم قصدي، بتسبب له احراج. فانا بحقن بوتوكس امنع الميه في الايد وفي الرجل تمام، ما يتزحلقش. واحد بيكتب بقلم يقع منه ويمسك كوبايه تقع منه، فده علاج برضه للبوتوكس. يعني احنا بنستخدم على فكره البوتوكس دلوقتي في الصداع النصفي وفي الناس اللي عندها تشنجات عضلات الرقبه. بتحط بوتوكس؟ ما هو البوتوكس عباره عن ماسل ريلاكسنت، يعني البوتوكس ده بيبسط العضله. يبسط العضله، فانا جاي اعمل كونتراكشن بيطلع لي تجاعيد وال111 وحوالين عينيا، دي كونتراكشن. انا بحط ماسل ريلاكسنت، حاجه بتبسط العضله، انبساط بس مش اكتر. يعني دكتور احمد مازن، احنا بنشكرك جدا على الحاجات الليتست اللي ورثها لنا دي، ودتنا امل. لا الامل موجود طبعا. اخر سؤال عايزه اساله لك، وتحديدا في الشفايف. دكتور، لما بتنفخ الشفايف ما بتحسش انك انت في حاجه غلط في بقك خالص، ولا بتحس ان سنسيشن عادي جدا، طريقه كلامي عادي جدا، مفيش اي تغيير في الميمكس او حركات الوش خالص؟ نهائي يعني. اطمني من الموضوع ده. طب انا بس ليه، انا عايز اقول اخر حاجه اقولها بس، يعني من مهنتي يعني، ان موضوع الحاجات دي ابتدت ناس تعملها. بيجي لي بقى في العياده كوارث من ناس حقنت عند كوافيره، راحت عند خبير التجميل مش دكتوره اصلا. فالمشكله ان لازم اللي يحقن الحاجات دي يبقى طبيب متخصص. صحيح، لان ما ينفعش استرخص واروح رايح لكوافيره تبوظ لي اللي انا دفعته قليل عندها، اصرف عليه اضعاف في علاج المشكله اللي حصلت لها. صح، لازم اروح احقن عند طبيب متخصص. صح. دكتور احمد مازن، بنشكرك جدا على وجودك معانا وسعه المعلومات القيمه اللي اديتها لنا. والحلقه دي انا عارفه طبعا عجبه ستات كتير جدا، بس كمان في الفقره الثانيه عن التغذيه، وهنتكلم عن حاجه مهمه جدا جدا، وهي ايه الاكلات اللي بتسبب السعاده. هتقولوا لي يعني ايه سعاده؟ اقول لكم يعني السعاده اللي بيقولوا عليها. هننتقل لفاصل ونرجع نستكمل حلقتنا معاكم. ورجعنا لكم مرة تانية، وبنفكركم برقم التليفون من أي محمول 1480، من أي تليفون أرضي 2575-6810. وفقرتنا دلوقتي مع دكتور ثانية واحد، دكتور مصطفى ساري، استشاري السمنة والتغذية العلاجية. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. دكتور، احنا عارفين ان احنا لازم نعمل رجيم، مش رجيم، يبقى عندنا زي ما بيقولوا ايه، حياة صحية او غذائية صحية. لازم يبقى عندنا زي ما بقول ايه، عادات كويسة قوي عشان يبقى جسمنا حلو. بس ما نعرفش ايه اللي يخلي نفسيتنا حلوة. يعني واحنا بنعمل كمان رجيم، واخدين بالنا من صحتنا ومن جسمنا وكل حاجة، بينتابنا بعض الاكتئاب من قلة الاكل ومن قلة السكريات ومن قلة فبيجي لنا شوية اكتئاب. طيب اكل ايه علشان يديني شويه معنويات مرتفعه واحس ان انا عايشه، لان انا في حرمان مستمر فالحياه مش حلوه. اولا خلينا نقول كل سنه يعني كل سنه وانت طيبه، وكل المصريين طيبين بنظره عيد الحب. النهارده يعني المفروض يوم الناس كلها بتتسامح مع بعضها وبتحب بعضها، فكل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب، ربنا. بداية يعني احنا عايزين نتكلم عن الاكل اللي بيسبب السعاده في اليوم، اللي هو اللي المفروض كل واحد بيبقى
يعني في حد موجود في حياته او يعني قريب ليه في حياته بيديله احساس بالسعاده برضه. اوكي فالاكل اللي بيسبب السعاده في اكلات طبعا بتسبب السعاده وفي اكلات بتسبب الاكتئاب. يو ار وات يو ايت يعني انت اللي بتاكليه شكلا وموضوعا يعني انت شكلك اكلك هو اللي بيحدد شكلك وبيحدد ملامحك وبيحدد شخصيتك كمان يعني. ففي نوعيه اكل مثلا يعني مثلا لو افترضنا مثلا واحد مركز كل اكله في اللحوم ده هتلاقيه انسان شويه ايه شديد شويه وعنيف شويه. اوكي حد مثلا اكله فاكهه وخضروات وحاجات من ده هتلاقيه حد رقيق كده وهادي واموره هاديه والكلام ده كله. حد بياكل لحمه وفراخ وسمك هتلاقيه اللي بتاع ده دهون وكربوهيدرات ونشويات كتير هتلاقيه وزنه كتير وهتلاقي دمه برضو خفيف وعمال يهزر وعمال يضحك طول الوقت. فالاكل ونوعيه الاكل هي اللي بتحدد الشكل بتاع جسمك وبتحدد شخصيتك وبتحدد طريقه تعاملك مع الاخر. طيب هل في اغذيه في مناسبات معينه بتؤدي للسعاده؟ في مناسبات معينه بتؤدي للسعاده؟ مش ما اقدرش اكل حاجه تخليني سعيده على طول؟ لا انت في المناسبه مثلا زي النهارده في اتنين مثلا بيحبوا بعض عايزين ياكلوا اكل يخليهم ريلاكس كده ويخليهم هادين مع بعض ويزود مشاعر الحب اللي بينهم هياكلوا ايه؟ هو ده اللي عايزين نقوله لهم يعني. الله ربي فهمتيني ازاي؟ لكن في انت ممكن تاكل في اي وقت اوكي؟ فممكن تساليني سؤال اوقع بقى، طب هل انا لو اكلت الاكل مثلا اللي هيسبب لي السعاده والمشاعر الحب والعاطفه والكلام ده كله ده هتنعكس على اللي انا بحبه؟ هقول لك لا طبعا لازم هو كمان يكون ببدلك نفسه. لا احنا بديك الاكل اللي يخليكي انت كويسه، بنقول لك الاكل اللي هيخليك انت عندك احساس كويس ومشاعر كويسه ويعني وساتسفايد يعني راضيه. هو انا اللي بتديني احساس كويس ومشاعر كويسه ان انا اكل مثلا صينيه مكرونه في الفرن. ما في ناس برضه هتقول لك اكل شوكولاته بمناسبه عيد الحب يعني او فراوله او فراوله. ما بصي هقول لك على حاجه، يعني في الناس بتتكلم تقول لك ايه الشوكولاته في عيد الحب، على فكره نفس تاثير الشوكولاته هو نفس تاثير الفول. هو ده هيسبب نفس الاحساس وده هيسبب نفس الاحساس، يعني الهرمونز بتاعت الجسم هتشتغل هنا وهتشتغل هنا، هرمونات السعاده هتشتغل هنا، السيروتونين يعني التريبتوفان اللي موجود هنا والتريبتوفان اللي موجود هنا والسكر والفيتامينز اللي هنا والفيتامينز اللي هنا هي واحده، هتزود لنا السيروتونين في المخ، ده هيزود السيروتونين وده هيزود السيروتونين اللي هو هرمون السعاده. فعايزه تبقي مبسوطه ممكن، عايزه تتخني هتاكلي شوكولاته، عايزه تبقي كويسه هتاكلي فول. تفهمين ازاي؟ اسال سؤال معلش يا دكتور. ما انا لما انا مش بتكلم على رد الفعل، انا بتكلم على اللي انا بحبه عايزه استطعمه. اكيد عايزه اكل الشوكولاتايه اهم من الفول. حتى لو كان هي نفس النتيجه. طيب ماشي اوكي، يعني انت لو انت وزنك عادي وجسمك طبيعي ومفيش عندك مشكله زياده وزن او ما بتعانيش من اي مشاكل من الصحه كل مفيش اي مشكله طالما دي هتحسسك بالسعاده. لكن مش معقوله انك انت هتاكلي الكلام دوت اوكي وانت عندك مشكله، عندك مشكله في زياده وزنك، عندك مشكله صحيه معينه لاكل معين، عندك حساسيه معينه لك يعني مثلا في بعض الناس عندها حساسيه من الشوكولاته، هل عشان الشوكولاته بتبسطها تاكل شوكولاته وتقعد تقطع في جسمها؟ صح هو ده بقى هو ده مرضى يعني الفرق. فهمتني ازاي؟ هل انا ما هو انا ممكن اكل شوكولاته كتير او حاجات او منتجات بتحتوي على الشوكولاته في الفتره ديت اوكي وانا عندي مشكله زياده وزن، بعد ما زياده الوزن هتتحول لسمنه، السمنه اصلا اذا كانت الشوكولاته سببت لي سعاده لحظيه السمنه هتسبب لي اكتئاب لفتره طويله يعني سونر او ليتر، يعني انا لازم اعتدل واكله واشربه ولا تسرفه، يعني مش الايه القرانيه بتقول كده يعني التوازن، والايه القرانيه بتقول ايه ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، فمطلوب مننا ان احنا نحافظ على التقويم اللي ربنا خلقنا بيه، ربنا خلقنا كويسين جسمنا كويس وخلقنا يعني ما هو كل حاجه سليمه في الجسم السليم صحيح، مش العقل بس يعني الناس بس تقول لك العقل سليم في الجسم السليم، طب ما القلب السليم في الجسم السليم، طب ما البنكرياس السليم في الجسم السليم، طب ما الركب السليمه والمفاصل السليمه في الجسم السليم صحيح. طب ازاي نحافظ على الجسم سليم وفي نفس الوقت نكون مبسوطين؟ بمناسبه عيد الحب نرجع تاني للاكل اللي هو ممكن يسبب لي سعاده اوكي.
في الاكلات الافروديتيه يعني افروديت اللي هي اله الحب يعني او اللي هو اله العاطفه العاطفه. طلع منين اله افروديت؟ طلعت منين؟ طلعت من الميه. مش الاغريق الاسطوره الاغريقيه بتقول ان افروديت طلعت من وضع جوه الميه؟ اذا الاكل البحري كله هيعبر عن المشاعر الحب والعاطفه، اي حاجه في الميه. ده اعتقاد الاغريق. طب هل الاعتقاد ده صح؟ اه طبعا صح، لان الاكلات البحريه كلها فيها اوميجا وفيها فيتامين بي 12، دولت محفز للهرمونات الجنسيه فيتامين بي 12، والاوميجا محفز لافراز هرمون السيروتونين اللي بيسبب السعاده. يبقى انت استفدت بجزئيتين، العلاقه الحميميه بين الرجل ومراته، وفي نفس الوقت هرمونات السعاده هتخليهم يشعروا بالسعاده. يبقى الاكلات البحريه. طب الاكلات البحريه ليه؟ لان اعتقاد الاغريق الاسطوره الاغريقيه ان اله الحب عندهم هو افروديت وطلعت من الميه والوضع وكده. تعالي بقى على شعوب البحر يعني البحريه كلها اللي على البحر، شعورهم بالسعاده احسن من الشعوب اللي مش على بحر. يعني اي دوله على بحر احساس السعاده عندهم ومشاكل الاكتئاب عندهم اقل بكتير من اللي مش على بحر. ليه؟ عشان هم بيعتمدوا على اكلهم على المأكولات البحريه اللي موجوده في الميه. اوكي؟ طيب في حاجه تاني بتنشط هرمون السيروتونين وبتزود السعاده، الشطه. تخيلي بقى، مش الشوكولاته، الشطه. المكسيكان في عيد الحب بيحتفلوا بايه؟ بياكلوا شطه، بياكلوا فلفل حراق. ليه؟ لانه بيزود هرمون التريبتوفان. الكابسيسين اللي في الشطه دوت ماده محفزه لافراز هرمون السعاده اللي موجود في المخ، فالمكسيكان بياخدوا شطه. في دول بتختلف تاني في الاكل اللي بيحفز هرمون السعاده، زي الالمان بياكلوا الاسبرجوس، يقول لك الاسبرجوس كويس. العرب بيعبروا عن مشاعرهم وعواطفهم تجاه ضيوفهم ازاي؟ لا بخروف اذبح. لا هو ايه؟ لا تعالي كده اما تروحي عند في اي بيت عربي او اي حاجه وشوفي بيتقدم لك ايه. اول حاجه بتقدم لك فنجان قهوه كافيين مع تمر سكر. الكافيين والتمر على طول بيخليك اول ما تقعدي. ليه يعني؟ بصي احنا انا بتكلم من عاداتنا، غذائنا من عاداتنا يعني. يعني شوفي انا قلت لك الاغريق، وقلت لك الشعوب البحريه اللي على بحر كلها، وقلت لك المكسيكان عاداتهم بياكلوا ايه. العرب بيقدم لك فنجان القهوه العربي دوت ومعاه تمر، صح؟ الفنجان القهوه العربي ده فيه كافيين، ماده يعني منشطه للذهن. اوكي؟ بعد كده يروح مديكي واحده تمر. ليه؟ عشان ارفع هرمون السيروتونين. يبقى انت قاعده مبسوطه وريلاكس يعني، متنبهه ومركزه. فيعني من عاداتنا الغذائيه وعادات الشعوب الغذائيه، انا بستمد الايه طريقه الاكل وطريقه الشرب اللي يعني وبنستفيد بيها في سلوكنا. اوكي؟ طيب هل بقى المفروض في المناسبات ان احنا ناكل ونصرف في الاكل والكلام ده كله؟ لا، احنا عندنا كل السنه مناسبات، عندنا العيد الكبير وعندنا شم النسيم وعندنا العيد الصغير وعندنا رمضان وعندنا ما اعرفش ايه والاعياد يعني والكحك والبسكوت الكلام ده كله. لو سبت نفسي ان انا انطلق في المناسبات ديت واكل بكميات uncontrollable يعني غير متحكم فيها، او النمط الحياتي بتاعي يبقى متلخبط، يبقى انا وزني هيزيد. لما وزني بيزيد، دي بقى دخلت في حاجه اسمها فيجيوس سيركل، يعني دايره مفرغه. وزني بيزيد، الاكتئاب بيزيد. الاكتئاب بيزيد، باكل اكتر، لان لما بيكون الانسان مكتئب او متوتر في هرمون اسمه هرمون الكورتيزول، هرمون التوتر ده بيفرز بيخليك تاكل اكتر. كل ما تاكل اكتر هتتخانق اكتر، وهكذا تخش في دايره مفرغه. طب اعمل ايه بقى عشان اعمل كنترول على الحته دي؟ أيوة. انا وصلت للمرحله دي، اعمل ايه بالظبط كده؟ اخد يعني ابص بقى لنفسي واقيم نفسي واخد قراري. اوكي، انا شكلي كده عاجبني، هقدر اكمل حياتي على كده؟ صحتي كده عاجبني، يعني هقدر اكمل حياتي وانا عندي لود او محمل على جسمي الاوزان دي كلها، او محمل على جسمي كم الدهون اللي موجوده دي كلها؟ هقدر اكمل ولا مش هقدر؟ مش هقدر اكمل وعاجبني كده، خلاص انت كل واحد حر. رجل انتحاري او ست انتحاريه بقى، كل واحد حر في حياته. اوكي؟ لكن انا يعني واجبنا بقى كميديا او كاعلام، واجبنا ان احنا نقول له لو انت هتكمل كده ممكن معرض ان يجي لك سكر من النوع الثاني، ممكن ضغطك يترفع، مش ممكن ده مؤكد يعني، ضغطك يرتفع،
ممكن الدهون الدم كلها ترتفع، ممكن الكوليسترول، ممكن الشرايين تتسد، ممكن مشاكل القلب تزيد، ممكن مشاكل المفاصل تزيد. يبقى زيادة الوزن ديت او السنة او الوزن الزيادة بيقابلها يعني ارتفاع في الوزن، بيقابله ارتفاع في كل مشاكل الجسم. طب حصلت لي مشاكل، حصلت لي مشاكل وابتديت اتراجع عن اللي انا فيه وبقيت اعمل كنترول بقى. كنترول المشاكل دي بتتحل؟ اه طبعا. وبتخف؟ بتخف كومبليتلي، لان دي حاجة اسمها اكس سندروم او ميتابوليك سندروم، يعني ظاهرة لها علاقة بالتمثيل الغذائي. والتمثيل الغذائي علاقته التمثيل الغذائي يعني ايه؟ معدل التمثيل الغذائي، معدل استهلاك الطعام اللي داخل جوه جسم الانسان لتلبية احتياجات اجهزة الجسم المختلف. اوكي؟ طب الميتابوليك سندروم دي نتيجة خلل في النظام الغذائي مع خلل في التمثيل جوه جسم الانسان. لما بظبطها كل المشاكل بتاعتي بتتظبط، يعني الضغط بيتظبط، السكر بيتظبط، الكوليسترول ودهون الدم بتتظبط، مشاكل الشرايين بتتظبط، مشاكل القلب بتتظبط، مشاكل المفاصل بتتظبط. يعني انا عايز اقول لك اكزامبل واحد بس، ان مثلا ان القلب بتاعنا دوت، يعني لو انا قلبي قد كده وربنا خلقني في احسن تقويم والقلب دوت بيشتغل على جسم وزنه مثلا 60 كيلو، ما ينفعش الجزء الصغير ده يشتغل على جسم وزنه 150 كيلو. هتلاقي القلب ده بقى قد كده. تضخم. اتضخم عشان يقدر يدي احتياجات ال 200 كيلو دول، هيتضخم هيبقى قد كده. لكن هو المفروض يبقى قد كده. وصل الكلام؟ واول ما ابتدي اعمل ريجيم وابتدي اكل صح واجيب كل حاجه بترجع بترجع تاني طبيعيه. هو كان معنا تليفون بس قطع، حاولي تاني معلش احنا اسفين. وترجع كل المشاكل تروح. طب احنا برضو عايزين نخلي، طب حنان من السويس. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا حنان؟ ازيك، عامله ايه؟ الحمد لله، اتفضلي. لو سمحتي انا بس اسال الدكتور، ربنا يخليكي. انا جوزي تخين قوي وعنده بطن كبيره وعنده سكر، وبقول له خسي من اول ما اتجوزنا، هو رافض مواضيع الخساسان، وانا عندي جاي على نفسي حاله نفسيه، يعني مش مفيش، يعني تعبان دايما هو في كل حاجه يعني. فانا بقول له خس، مش ما عندوش استطاعه زي ما الدكتور بيقول. انا عاجبني نفسي كده، لو عاجبك انت طب انا ماشي. ما انا بقول له غير نفسك، هو مش راضي يعني، هو فوق ال 100 وحاجه يعني 150. طب وانت بتعملي له اكل؟ ما انت ممكن تكوني انت السبب في ده برضو يعني. والله انا على فكره بعد ما ولدت تخنت، فعملت كنترول، بسمع الدكتور ده دايما، فعملت كنترول على نفسي، كنت 85 الحمد لله دلوقتي بقيت 70. فانا يعني بشجعه وبقول له تعال نخرج نمشي، تعال كل يوم نمشي، يتخانق معايا يعني. فانا انزل مثلا عشان اعدله، ان انا هنزل لوحدي عشان يجي مثلا يمشي معايا وكده، هو رافض الموضوع ده. فهو عنده سكر، فيا دكتور برضه هو يعني الموضوع ده متاثر بينا في العلاقه بتاعتنا، يعني حتى العلاقه الجنسيه بتاعته يعني برضه يعني مش 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 ما عندهوش استطاعه انه يخس يا دكتور. فربنا يخليك يعني. وانا يعني حتى لدرجه كل شويه قلت خلاص انا هننفصل، فبهدده برضه ما فيش. هو بيحب الاكل يعني، هو بيحب ياكل كتير يعني، بيحب كميات اكل كتير. هو من النوع اللي بيسهر لحد 5 الفجر مثلا وبياكل متاخر. دايما يشرب نسكافيه والحاجات الدكتور اللي قايل له عليها ما تشربهاش، هو بيعاندني ويشربها. يعني لما اقول الدكتور قال له ما تشربش النسكافيه والحاجات دي، يعني هو راح لدكتور تخسيس وكاتب له على سيستم؟ لا، هو مش راح لدكتور، احنا كنا نتعالج عند دكتور ذكوره وكده. الدكتور عاد يقول له ما تشربش كذا، ما تعملش كذا، فهو يروح يعاندني ويشرب. فهو جاي معايا موضوع العناد يا دكتور. حنان بصي، احنا فهمنا عشان وقت البرنامج هرد عليكي على طول دلوقتي. ربنا يخليك يا دكتور. ردي عليا عشان انا برضه حالتي النفسيه يعني صفر برضه يعني. ماشي، ربنا يخليك. هو عموما يعني 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 في يعني في حالك زي كده هتسيبه بقى، يعني طالما هو مش عايز يعمل يعني مش عايز يسمع الكلام، لان اوقات الواحد مش يسيبه يطلعه. لا طبعا، لا تسيبه، ما تقولوش، تسيبه ما تقولوش، ما تحسسوش ان هي عامله يعني عامله فوكس على النقطه دي بالذات. بس يعني في نفس الوقت
توفر له الاكل اللي هو ممكن ينزل له وزن. اذا كان بحب ياكل كميات كبيره من الاكل مثلا، نسيبنا من حكاية المشاريب الكلام ده كله الا لو كانت ليها علاقة بحالته الصحية والدكتور بتاع الذكورة هو منعه منها. فتحط له كميات اكل كتيرة من الاكل اللي ما يزودش الوزن، زي الخضار والسلطة واللحوم او الفراخ او الاسماك. تزود له كميات وتسيبه، يعني تحاول ما تعملش بقى الحاجات المعجنات ولا مكرونات ولا رزات. لا على فكرة مش المكرونات والرزات هي اللي بتزود الوزن، السمنة والزيت هم اللي بيزودوا الوزن. صحيح. فحاول ان هي ما تستخدمش، تمنع السمنة والزيت والسكر تماما وتخليه ياكل زي ما هو عايز بس، يبقى كده ما ضغطتش عليه. احنا فينا عندنا عادة سيئة جدا سريعا كده، ان احنا كستات يقولك ايه، لا انا طول عمري الحقيقة ما بطبخش بسمنة خالص، انا بطبخ بزيت. ده لا السمنة ولا الزيت اساسا، واحنا فاهمين غلط ان ده اللي بيدي طعم للاكل. الطعم بدون الزيت وبين الحاجات دي احلى كتير. ده انا عايز اقولك الحقيقة بعض الناس المثقفة كمان يعني معتقدة ان زيت الزيتون كمان ما فيهوش سعرات وما بيتخنش. زيت الزيتون زي الزيت العادي خالص، هو كل فوائد زيت الزيتون ان هو فيه بس المكون الغذائي بتاعه يعني احسن من المكون الغذائي بتاع الحاجات التانية يعني. صحيح. فمان ازاي، لكن هو فيه سعرات بيتخن وده بيتخن وده بيتخن وده بيتخن. كل ما هو اسمه fat is fat. يعني الدهون هي الدهون، والدهون دي زيت وسمنة. صحيح. مش الدهون زيت سمنة بس او زيت بس، الدهون زيت وسمنة. ففات is fat. يعني هتمنع السمنة، هتمنع السكر، هتمنع الزيت، وياكل زي ما هو عايز بقى، وتسيبه ياكل زي ما هو عايز والكميات اللي هو عايز بس. هو طبعا الكلام دوت مش هيحل لها المشكله في بكره ولا بعده ولا بعد شهر ولا عشر، هياخد لونج تيرم يعني. بس يعني نص العمى ولا العمى كله، بدل ما هي من نفسيتها تعبانه وهو رافض تماما فكرة ان هو ينظم اكله، فاحنا بتحاول تحل المشكلة على قد ما تقدر. طيب احنا معنا هبة. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. انتوا سامعيني كده كويس؟ سامعاني. طب صوتكم وبعيد قوي. لا كده كويس. ماشي. كل سنة وانتوا طيبين. وانت طيبة. برحب بحضرتكم بالدكتورة، بشكر فريق الاعداد وجميع القائمين على البرنامج. ربنا يخليك يا هبة. من فضلك يا دكتور، بس انا باكل بزيت زيتون وزيت حار، وبعدين ولادي ما بيجوا لازم عايزين ياكلوا بسمنة، فمش مشكلة يعني لو يوم واحد في الأسبوع كلنا سمنة بلدي ده نمرة واحد، عشان أنا عندي كوليسترول. بس الحمد لله أنا وزني قليل، والطول مع الوزن يعني 160 ووزني 60 أو 59، فما عنديش ما فيش تخنة أو يعني مش تقيلة، بس عندي كوليسترول وباخد له علاج، فالحمد لله منتظمة. ماشي؟ ماشي. انت سامعيننا كده؟ سامعيني. طيب من فضلك بس عايزه اسال في زيت الزيتون وزيت الحار، لو اكلت بيهم كل يوم كل يوم انا وزيت عباد مثلا او حاجات خفيفه، ما باكلش خالص غير يوم واحد مثلا يعني. طب لو سمحت بس نقطه مهمه، بنتي بقى وزنها تقيل وبتاكل برضه محاشي وتاكل حاجات طول النهار وكده، وبتخرج يوم او يومين بس تتمشى، انا ما بتمشاش خالص، ما بخرجش بس بشتغل في البيت، فعايزه يعني اي حاجه تخليني نشيطه وعايزه انام على طول. هل الادويه بتاع الكوليسترول والضغط بتاثر على حاجات تخليني انام كتير كده؟ وحاجه بقى تنشط بنتي، عشان هي متجوزه عندها اولاد، بس انا طفل 12 سنه وزنه تقيل وتخين. طب انت عندك كم سنة الاول؟ لا الحمد لله 67. طب 67 هنرد عليكي حالا. اشكرك. لا اتفضل يا دكتور. اولا يعني هي بتقول ده كله غلط. عندها كوليسترول وعندها وزنها قليل وطولها قليل، يعني فعادي ما فيش مشكلة في مشكلة الوزن. طب الكوليسترول نتيجة اللي هي بتاكله ده. طب الزيت الحار والزيت الزيتون اللي تاكله كل يوم، وقلة الرياضة بس. فانت محتاجة انك انت تمشي طبعا الادوية مع الكوليسترول اللي موجود في الشرايين والاوردة، هو اللي مخليها همدانة وهي اللي مخليها مش قادرة تتحرك بطريقة طبيعية. بنتها التخينة بقى انا ما عرفناش عنها اي معلومات، هي بتقول بنتها مليانة وعايزة وزنها ينزل، مش عارفين عنها اي معلومات. لكن انت اولا حكاية السمنة البلدي ديت والزيوت وكلام ده، ممكن تعملي اكل السمنه مره في الاسبوع وكلام ده كله، بس مش تغطسي الاكل في السمنه ولا في الزبده ولا كلام ده كله. الزيوت طالما انت مريضه كوليسترول
هتوقفي ده تماما يعني 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 ما ولا زيت, زيت في البيت ولا أساسا. زيت زيتون ولا زيت سمنه ولا زبده ولا الكلام ده كله. وانا هقول لك ليه عشان بس برضو تبقى هي مقتنعه. لو انا لو انت خدتي نقطه زيت كده ورميتيها على هدومك زيت زيتون او زيت ذره او حته زبده او سمنه وكلام تقدري بعد يومين تفرقي ده الزيت ايه؟ ما تقدريش. ده اتبقع الكم ده اتبقع والكم ده اتبقع. لو حطيتي على ده زيت زيتون على الكم ده زيت زيتون وحطيتي على الكم ده زيت ذره بعد يومين مش هتعرفي. لو حطيتي هنا سمنه وحطيتي هنا زبده مش هتعرفي. اهو ده اللي بيحصل في الشرايين. ده اللي بيحصل في الشرايين. البقعه دي هي اللي هي نفس البقعه صحيح دي الكوليسترول. فانت لازم توقفي الكلام ده. ما فيش خالص. ما تشتروش زيت في البيوت. زيت امنعه. شركات الزيت دلوقتي ما يزعلوا هيزعلوا منك جدا. لا بيزعلوا. معانا تليفون. مين؟ ميرنا. الو. ايوه ايوه مساء الخير. مساء الخير يا ميرنا. ازاي كل سنه وانتم طيبين؟ وانت طيبه حبيبتي. كنت عايزه اسال الدكتور سؤال. اتفضلي. كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور. وانت طيبه. كل عيد حب وانت طيبه وحضرتك طيب. دلوقتي يا دكتور انا كنت عايز اسال عن الشوكولاته الغامقه اللي هي دارك شوكليت. هي دي فعلا فايت بتاعتها قليله وبتدي باور ولا دي كدبه برضو؟ لا هي بص هي شو ال 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 فعلا في اسئله ثانيه. في سؤال تاني بس انا كان عندي تكيسات على الموبايل. اوكي يعني. ورحت الدكتور فاداني دواء للسكر قال لي ان هو ده هيعمل يعني هايبر فات فهيحسن الموضوع ده هي يعني هيشيل الدهون من على الموبايل. فعمل لي مشكله ثانيه وطالي السكر بتاعي وخلى نشاط البنكرياس عالي. فقالوا لي دايما لازم يبقى معاكي بونبوني شوكليت اي حاجه في الشنطه لاني بدوخ. سكري بيقل جدا فبدوخ جدا. فببقى محتاجه اي حاجه فيها سكر ولما باخد حاجه فيها سكر بدوخ برضه. فمش عارفه ايه الحل للموضوع ده. اوكي هنرد عليك يا ميرنا. اتفضلي. فاضل دقيقتين بالظبط والحلقه تنتهي. طيب. فلازم نرد على هو الوقت. اولا هو سؤالنا مامينا الشوكولاته الدارك فعلا السعرات الحراريه بتاعتها قليله لان الزبده فيها قليله او البتر فيها قليل واللبن فيها قليل فسعراتها قليله. بس مش معنى ان هي سعراتها قليله ان انا اخدها بكميات كبيره. انا مجرد بس ان انا اخد حته على لساني كده هترفع لي هرمون السيروتونين وهتديني احساس بشعور بالسعاده والانبساط. اوكي تمام. اما بالنسبه لحاله تكيسات الموبايل اللي هي بتتكلم عنها هي لو عندها وزن زايد يفضل طبعا ان هي تنزل الوزن الزايد الطبيعي في البدايه. يعني طالما ان هي في حصل لخبطه في الهرمون الانسولين نتيجه ان هي خدت السيدوفاج او خدت الادويه بتاعه السكر لازم توقفها وتروح لدكتور تاني او تغير دكتورها عشان يعني يشوف ايه المشكله. هل هي محتاجه الادويه بتاعه السكر او بتاعه ضبط مستوى هرمون الانسولين في الدم عشان تتخلص من تكيس المواد الدهون اللي حوالين الموبايل ولا هل هي محتاجه ان هي تنظم اكلها وتنزل وزنها الاول وبعد كده لو المشكله لسه موجوده يشوف لها حل تاني. تمام. هو ده الاحسن يعني حوار ليها يعني. لكن ان احنا نقول لها ايه على الهوا كده وان وقفي ما اعرفش لا لازم ترجع تاني للدكتور. صحيح. اوكي يشوف موضوع السيدوفاج دوت يتناسب مع حالتها ولا لا لان ممكن يكون ما يتناسبش مع حالتها وحالتها محتاجه ان هي تنظم اكل. واعتقد ان هو ما يتناسبش لان هي بتقول ان هي بيهبط السكر بيهبط وقالوا لها حط بونبوني حتى لما بتاخد البونبوني ما بتتحلش المشكله وبتبقى تعبانه فممكن تخش في حاجه اسمها برضو الدايره المغلقه ان هي تفضل تاكل في حاجات مسكره والكلام ده كله ووزنها يزيد ومشكلتها الاساسيه ما تتحلش. دكتور مصطفى ساري استشاري السمنه والتغذيه العلاجيه بنشكرك جدا جدا على وجودك معانا وفي المعلومات اللي حضرتك اديتها لنا النهارده. اهلا بيكم. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب. وكل سنه وكل جمهورنا طيب. ونسيت في اول حلقه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الحب. كل سنه وانتم طيبين ودايما يا رب بخير وبصحه. واتمنى الحلقه النهارده تكون اضافت لكم ويا ريت تمشوا على الحاجات اللي احنا بنقولها والارشادات اللي احنا بنقولها لانها كلها صحيه وكويسه عشانكم عشان صحتكم عشان تحافظوا عليها. بشكركم. الى اللقاء غدا ان شاء الله في نفس الميعاد ولايف كلينيك. باي باي.